جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. مبارك اسم الرب يسوع. نفسي نقرا مع بعض الآيات من مزمور 45، نبدأ بهم يومنا ونعظم اسم الملك اللي في وسطينا. مزمور معروف لنا كلنا، بيقول كده: فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشاء للملك، لساني قلم كاتب ماهر. أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. قال المرنم كده: متكلم أنا بإنشاء للملك. يلا نغمض عينينا ونصلي ونقول كلام جديد للملك اللي في وسطينا النهاردة. تعالوا نغني بأحلى الأغاني النهاردة ونقول للرب كده: لساني هيقول كلام جديد لشخصك الليلة يا رب. أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك يا رب. وحدك مستحق الإكرام والتسبيح والعبادة، لأنك ذبحت واشتريتنا من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان. يا رب جايين النهاردة بأطيابنا، بالغالي عند قدميك النهاردة نطرحه. مع مريم هنسكب أطيابنا الليلة النهاردة ونقول لك يا رب وحدك تزيد، يا رب وحدك تزيد، يا رب ينبغي أنك تزيد يا رب. هاتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. تعالوا نصليها كلنا: هاتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي فيك ليلك، وادكي أن راسي على صدرك، عوضا عن شوكي فيك ليلك، وادكي أن كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة الطيب أكسرها هنا. جايين الليلة يا رب. كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة الطيب أكسرها هنا، عند قدميك وادهنهما، حيث راحتي لا ولا عناء، عند قدميك وادهنهما، حيث راحتي لا ولا. مع بعض تعالوا نصلي: هاتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن حق قدرك، عوضا يا رب، عوضا عن شوقي فيك ليلك، واتكي أن راسي على صدري. لا يكن يا رب، لا يكن في قلبي شريكا لك، لك كل حبي لك وحدك. ساعدنا يا رب. قلبي ليشبع
يشبع قلبك، فكل شهوتي في مجدك، ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، فكل شهوتي في مجدك. هات بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوقي في جليلك، واتكي أن راسي على صدرك. عوضا عن شوقي في جليلك، واتكي أن راسي على صدرك. دعني أكرم اسمك يا رب، دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن، لئلا تقضي الفرصة وينتهي الزمن. كلنا بصوت واحد، دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن، لئلا تقضي الفرصة وينتهي الزمن. فمريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. فمريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته. آخر مرة كلنا الكنيسة نصليها، هاتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوقي في كليلك، واتكي أن راسي على صدرك. عوضا عن شوقي في كليلك، واتكي أن راسي على صدرك. يا رب جايين النهاردة بالغالي عند شخصك الكريم نسكبه، ومصدقين انك سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. يا رب اقبل تسبيحاتنا في يسوع المسيح، يا رب اقبل كل تسبيحة تترفع ليك. حط ايديك علينا النهاردة بالبركة، وهيمن على اجتماعنا بالروح القدس ببركتك. مصدقين انها تكون ليلة مختلفة تفرق في حياتنا باسم يسوع. تعالوا نرنم في بداية تسبيحاتنا ونقول كده: ما ابهج اليوم الذي أمنت فيه بالمسيح، ما أبهج اليوم الذي أمنت فيه بالمسيح، أضحى سروري كاملا ورن صوتي. يلا نقول حبي، بعدين كلنا حبي لي فادي المجيد، يوما فيوما سيزيد، عمر جديد، يوم سعيد، يوم اختصار.
هذا هو المسيح جال في أرضنا عمل لخير كل الكنيسة تاني تعالوا نسبح هذا هذا هو نالوا بقرب الحياة هذا هو المسيح هذا هو المسيح هذا هو المسيح هذا هو المسيح عظيم يا رب هذا هو المسيح جال في أرضنا يلا نرفع التسبيح للملك هذا هذا هو المسيح هذا هو المسيح هذا هو المسيح هذا هو المسيح جال في أرضنا عمل لخيرنا بكلام شفى المجنون صرخ عليه
هذا هو الغرض العجيب أمام الرحلة بالصليب هذا هو الغرض العجيب وبحبه صار لي نصيب في ديار المسيح جال في أرضنا عمل لخيرنا. كل مرة تمر بظرف في حياتك وانت مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليك، صدق انه كله لخيرك. موقف غريب جدا والشعب بيعبر بحر صوف مع موسى وقايد المسيرة الرب من قدام، يقول الكتاب كده: وصار ملاك الرب الذي كان أمام الشعب، أمام عسكر إسرائيل، رايح فين؟ يقول وصار من ورائهم. يا رب ده انت اللي قايد الرحلة، انت اللي كلنا ماشيين وراك في البحر، رايح فين؟ رايح ألف من ورا. يمكن في ناس من الشعب اتكلمت وقالت انه الرب بيعمل ايه، بس تعمل ليه كده يا رب؟ يقول عشان اللي ماشي ورا هو الكبير في السن، وهو اللي تعبان، وهو اللي متألم، وهو اللي مش قادر يمشي. انا ألف واعمل ستارة عشان محدش يسمع فرعون ومركباته. يجي علينا فيروس بنصدق انك بتعمل خيرنا وصالح، تيجي علينا ايام حلوه، ايام صعبه، ايام مش عارفين مش فاهمين، بس بنصدق انه الهنا في كل الظروف صالح. تعالوا كمان نرنم ونقول كده: انا مطمن وانا وياه، اصله ناقشني امشي فخور وانا ماشي معاه زي الطفل في ايد والدي، اصله ابويا. يلا نرنم ونقول انا مطمن. انا مطمن وانا وياه، اصله ناقشني على كفيه، امشي فخور وانا ماشي معاه زي الطفل في ايد والدي. انا مطمن. انا مطمن وانا وياه، اصله ناقشني على كفيه، امشي فخور وانا ماشي معاه زي الطفل في ايد والدي. اصله ابويا، هو الهي، هو صنعني وهو فداني، ازاي بعد ما جه ونجاني انسى واقول انه بيت. اصله ابويا، اصله ابويا، واقول انه بينساني، اجري ورفرف انا بجناحي من فرحتي اني ليسوع، يوم عن يوم بتزيد افراحي مهما قابلت عطش او جوع. اجري ورفرف انا بجناحي من فرحتي أبويا. أصله أبويا، هو إلهي، هو صنعني وهو فداني، إزاي بعد ما جه ونجاني أنسى وأقول إنه بيه. أصله
ربي كل أمالي، أنت الراحة لكل جريح. لحظة بلحظة رأيت أيامي مش مطروكة لعصف الريح. أنت يا ربي كل أمالي، أنت الراحة لكل جريح. يوم على لحظة رأيت أيامي مش مطروكة لعصف. أصلك أبويا، مش عايش وانا خايف ولا عديت جراحاتي، لا ما تعلمتش اواجه عاصف وانا طاوي في جناحاتي، لا ما تعلمتش عايش وانا خايف ولا عديت جراحاتي، لا ما تعلمتش اواجه عاصف وانا طاوي في جناحاتي، لا انا ساكن صون الصخر ولي جناح النسر، أنا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. أنا ساكن في حصون الصخر ولي جناح النسر، أنا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. لا ما تعلمتش أخلي دموعي تحوش على عيني رؤايا، رح أوقف مرة طلوعي بإني أبص ورايا، لا ما تعلمتش أخلي دموعي تحوش عن عيني رؤايا، لا ولا رح أوقف مرة طلوعي بإني أبص ورايا، لا أنا ساكن في حصون الصخر وهي جناح النسر، أنا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. أنا ساكن في حصون الصخر وهي جناح النسر، أنا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. لا ما تعلمتش أخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، أو بكآبة قلبي أغني كأني بدون مسيح، ما تعلمتش أخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، أو بكآبة قلبي أغني كأني بدون مسيح، لا أنا ساكن في حصون الصخر ولي جناح النسر، أنا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. أنا ساكن في حصون الصخر ولي جناح النسر، أنا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. لا كنا بنرنم ونقول أنا مطمن أصله أبويا. نفسي نكمل تسبيحاتنا كمان وإحنا بنشاور على الإله اللي ملوش زي دوت أبدا. فرج معايا لما قعدت أحسب في الكتاب كم واحد شجوا البحر ومشوا وسطي، لقيتهم أربعة. موسى يشج البحر ويمشي بالشعب، وبعديه يعملها على طول يشوع في نهر الأردن، وإيليا وأليشا عملوها كمان نفس المعجزة، بس في واحد خامس عملها بقى يختلف عن الأربعة دولة. والتلاميذ معذبين في البحر يقول كده: أتاهم على البحر مشيا. أصل ده يفرج عن موسى وعن إيليا وعن أي حد ممكن تشوفه أو تسمع عنه. عشان نفسي في الوقت اللي جاي نسبح ونمجد ونقول كده: سبحوه مجدوه زدوه علوا إلى الأبد رحمته، فهو المسبح والممجد والمتعالي على الأظهار وإلى الأبد رحمته. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الأبد رحمته،
فهو المسبح والممجد والمتعال على الأظهر وإلى الآباد رحمته. سبحوا مجدوا زدوه علو وإلى الآباد رحمته. فهو المسبح والممجد والمتعال على الأظهر وإلى الآباد رحمته. دم المسح والنور في قبر شهادة حي على قيامته طول العصور. دم المسح وبيها نقوم هنحيا معاه في الأبدية الآخر الظهور. دم المسح وانتصر على الموت والآلام. دم المسيح من الأموات افرحوا يا كل الأمم. سبحوا مجدوا زدوا المسبح والممجد والمتعال على الأظهر وإلى الآباء. ثانية كنيسة سبحوا. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الآباء برحمته. فهو المسبح والممجد والمتعال على الأظهر وإلى الآباء برحمته. أم المسح ولو ما كان أمين الموت كانت الكرازة باطلة لكن الأمان المسيح. قام المسح ورفع عنا حكم الموت. قام المسيح من الأموات. سبحوا يا كل الأمم. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الآباد رحمته. فهو المسبح والممجد والمتعال. كل الكنيسة تاني تعالوا نمجدوا ونسبحوا. سبحوا فهو المسبح والممجد والمتعال على الأظهر وإلى الآباد رحمته. أم المسح وبعد ما لبسنا الفساد هناخد أجساد قرنية هنخلع صورة التراب ولبسنا صورة النورانية السماوية. أم المسيح أنه أم هو اللي دين جلس في السماء عن اليمين يشفع في كل المؤمنين. سبحوا فهو المسبح والممجد والمتعال على الأظهر وإلى الآباد رحمته. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الآباد رحمته. فهو المسبح والممجد والمتعال على الأظهر وإلى الآباد رحمته. مات المسح وقام وعاش علشان يسود على كل الأحياء والأموات. هتكفو باسمه كل رتبة تحت الأرض فوق الأرض وفي السماوات. قام المسح ورفع عنا حكم الموت. قام اللي ليه كل الإكرام والمجد ولي وحده السجود. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الآباد رحمي. فهو المسبح والممجد والمتعال على الأظهر وإلى الآباد. ثانية كنيسة. سبحوا مجدوا وإلى الآباء. مرة كمان العدد الثاني. أم المسح ولو ما كان أمين الموت كانت الكرازة باطلة لكن الآن قام المسيح وصار باكورة الراقدين من أجلنا. أم المسح وقهر قوات الظلام. أم المسيح من الأموات. سبحوا يا كل الأمم. فهو المسبح والممجد والمتعال على الأظهر وإلى الآباد. سبحوا سبحوا
المسبح والممجد والمتعال على الأظهر وإلى الأبد رحمته. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا سبحوه مجدوه زدوه علوا. في كمان ترنيمة جديدة نفسي نحفظها مع بعض بتقول كده: دمك على بيوتنا علامة أنقذنا من المهلك وبالدم صار لينا حماية شعبك مش رح يهلك. يمكن اللي جابك وداك الفرصة الحلوة ده ديت هو أن دم يسوع مرشوش على العتبة. قول للرب النهاردة نفسي دمك يكون علامة على بيت مميز. أمين. تعالوا نحفظ ونتعلم مع بعض ترنيمة سهلة وجديدة. يلا نحفظ القرار مع بعض. دمك على بيوتنا علامة أنقذنا من المهلك بالدم صار لينا حماية وشعبك مش راح يهلك. دمك على بيوتنا علامة أنقذنا من المهلك بالدم صار لينا شعبك مش راح يهلك. ميزتنا من بين الناس وشرفتنا بمسيرك واخترتنا شعبك الخاص انت إلهنا مفيش غيرك. ميزتنا من بين الناس وشرفتنا بمسيرك واخترتنا شعبك الخاص انت إلهنا مفيش غيرك. دمك على بيوتنا علامة أنقذنا من المهلك بالدم صار لينا حماية وشعبك مش راح. تاني يا كنيسة قولي واعلني: دمك على بيوتنا علامة أنقذنا من أشبعتنا من الصخرة بحر شهي طريق في بان من تلي كل القدرة من وسلوى ومية كمان. أشبعتنا من الصخرة بحر شهي طريق في بان من تلي كل القرار مع بعضنا. دمك دمك على بيوتنا أنقذنا من المهلك بالدم صار لينا حماية شعبك مش راح. مرة كمان: دمك على بيوتنا دمك على بيوتنا علامة أنقذنا من المهلك بالدم صار لينا حماية شعبك مش راح يهلك. ضمنت وصلنا الفر أمان والمواعيد هتتممها واحنا معاك الخير هيبان. ضمنت الرحلة وأيامها وهتوصلنا الفر أمان والمواعيد
المظلمين المهلك بالدم صار لينا حماية وشعبك مش راح ميزتنا من بين الناس وشرفتنا بمسيرك واخترتنا شعبك الخاص انت إلهنا مفيش غيرك ميزتنا من بين الناس شرفتنا بمسيرك واخترتنا شعبك الخاص انت إلهنا مفيش غيرك دم ناخد وقت للصلاة نطلب من الروح القدس انه يحل في وسطنا انه يرتب كل افكارنا انه ينقي كل اذهاننا نطلب من روح الله ان هو يملأ المكان ان هو يعطينا الحياة نقول بإيمان تعال يا روح الله نصلي بخشوع للرب إنه فعلا يلمس قلوبنا ويلمس عقولنا ونقدم له شكرنا ونقدم له محبتنا ونقول له يا رب شكرا على كل اللي بتعمله معانا شكرا يا رب إنك بتدينا الفرصة إن احنا نسمع كلمتك شكرا يا رب انك ادينا الفرصه ان احنا نقرا كلمتك ونعيش كلمتك صلي معايا النهارده واطلب منه نعمه خاصه لبيتك لحياتك لكنيستك لبلدك لكل احبائك ولكل اصدقائك وايضا لكل اعدائك اطلب النهارده في ظل الظروف اللي بنعيشها كلنا انه الله يأتي بقوة ان الله يأتي ويملأ العالم بالسلام قل يا ربنا فكري مشوش يا ربنا مشاكل كترت يا ربي انا ظروفي صعبة يا ربنا عندي هموم مادية وأسرية وعائلية يا ربنا عندي ظروف صحية صعبة أنا مريض يا ربي ممكن يكون المرض بتاعي الأطباء مش لاقيين له حل لكن بجيلك النهاردة يا ربي بمرضي بتعبي بألمي لأن عارف أن أنت لك السلطان لك السلطان أنك تلمس أجسادنا وتلمس قلوبنا وتلمس عقولنا وتغيرها قل شكوتك لربنا قل تعبك لربنا هو سامعك هو شايفك هو حاسس بيك اتكلم معاه بإيمان اطلبه ان هو فعلا تكون انت تمشي نحوه تكون انت تسير نحوه هو مستنيك هو بس مستني لحظة انك انت تفتح الباب علشان هو يدخل ويقعد معاك
ويباركك ويبارك أسرتك وحياتك. لو همك النهاردة كبير، لو مشكلتك أنت شايف أن ملهاش حل، قل له يا رب النهاردة أنا جاي لك أنت علشان تحل لي مشاكلي. لو أنت حاسس أن كل الأمور حواليك صعبة وكل المشاكل حواليك كتيرة والدنيا كلها بقت عاملة سحابة سودة في عينيك، قل له تعال يا رب أنت ونزل مطرك يا رب وزيل يا رب هذه السحابة. قل له على همومك ومشاكلك، اطلب فعلا ان هو اللي يتدخل ويحلها، بس انت سلم لربنا حياتك. اطلب نعمة لكل واحد انت عارف ان هو تعبان، كل واحد انت عارف ان عنده مشكلة، اطلب نعمة وسلام وبركة للبيوت اللي بتعاني، البيوت اللي فيها صراعات وفيها مشاكل، المشاكل اللي كترت كتير قوي بينا وفي عائلاتنا. قل له يا رب النهاردة أنا عايزك تيجي يا رب يسوع المسيح وتتدخل. يمكن البشر مش عارفين يحلوا المشكلة، يمكن مشكلتي أنا صعبة جدا يا رب ما محدش عارف يحلها لي. قل له النهاردة أنا عايزك تيجي يا رب وتحل لي مشكلتي، أو تحل مشكلة فلان أو فلانة، الظروف بتاعتها الصعبة، المشاكل بتاعته الصعبة، مشاكل بيته وأولاده وبناته وحياته عمله شغله. النهاردة كل ده يا رب بنحطه بين إيديك يا رب. بصلي لكل المجتمعين معانا، كل أيضا اللي شايفيننا وبيشاركونا الصلاة، أطلب منك يا رب أنك تدي نعمة لعبدك علشان يتكلم يا رب كلمات الروح القدس. لك المجد إلى الأبد آمين. أحبائي، أرشدني الروح القدس أتكلم معاكم النهاردة في إنجيل القديس ماركوس الإصحاح الثاني الآيات من 1 لـ 12. قصة كلنا عارفينها، معجزة عملها الرب يسوع عارفينها من وإحنا أطفال صغيرين، لكن تعالوا مع بعض نسمع كلمة الله ونشوف الروح القدس هيقول لنا إيه. ثم دخل قفر نحوم أيضا بعد أيام، فسمع إنه في بيت، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعد ما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا ابني مغفور لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه إنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفور لك خطاياك، أم أن يقال قم وأحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال المفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجد الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط، مجدا للثالوث القدوس آمين. النص اللي سمعناه زي ما قلت لحضراتكم إنجيل قديس ماركوس الإصحاح الثاني الآيات من 1 لـ 12، موجودة في كل الأناجيل الإزائية في متى وفي لوقا، نفس القصة دي بتاعت المعجزة. أكتر شيء دفعني للتأمل في هذا النص إن كلنا الأيام دي محتاجين إننا نجرب من يسوع. آسف لو أقول
إن حالات المفلوج بقت كتيرة في مجتمعنا. ممكن تشوف واحد قدامك ماشي يدير كويسة ورجلي كويسة، لكن ممكن يكون مفلوج نفسيا معنويا، ممكن يكون موضوع على سرير من نوع آخر. يا ما ناس كتير بتعاني هذا المرض اللي بيعانيه هذا الشخص، ويمكن احنا مش حاسين بيهم. عشان كده رسالة ربنا لنا النهاردة انه ماذا تفعل مع الاخرين اللي انت يمكن حاسس ان هم قدامك ما عندهمش حاجة ابدا، لكن ممكن يكونوا عندهم نفس المرض بطريقة مختلفة بتاعت هذا الانسان المفلوج. عشان كده النص بيقول لنا عن يسوع المسيح لما دخل كفر نحوم، اجتمع كثيرون والمكان كان مزدحم جوا البيت اللي كان فيه يسوع. حتى الكتاب بيوصف انه قدام الباب كمان ما حدش كان عارف يدخل ولا يطلع، زحمة جدا جدا. كل القراءات بتاعتنا بنسمع عن يسوع لما بيروح في مكان ناس كتيرة بتبقى وراه كتير جدا. لكن خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، ناس كتير كانت بتروح لكن كل واحد كان له هدف. في ناس رايحة عشان قال لهم يسوع انتوا اكلتم فشبعتم، في ناس تانية رايحة علشان تتفرج عن يسوع ده اللي بيعمل معجزات، في ناس تانية رايحة عشان تنتقد يسوع. لما يكون يسوع موجود في مكان في ناس كتير حواليه، لكن يا ترى اللي حواليه دول هدفهم ايه؟ انت النهارده لما بتكون في الكنيسه بتصلي يا ترى هدفك ايه؟ جاي تتكلم مع ربنا عشان خاطر ايه؟ وبالتالي احبائي اجتمع يسوع، اجتمع كثير حوله، ويقول الكتاب المقدس فكان يخاطبهم بالكلمه. هو الكلمه ويخاطب بالكلمه، قوه كلمه يسوع المسيح. يكمل الكتاب المقدس وجاء اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعه. المفلوج حسب ما انتوا كلكم عارفين، المفلوج هو عبارة عن الإنسان بيبقى عنده شلل كلي، ضمور في الأطراف، يعني الإيدين مشلولة والأرجل مشلولة، وكمان كتير من عضلات جسمه لا تنمو، ضمور كامل. عشان كده بيسموه مفلوج أو الشلل الكامل. حالة صعبة جدا، وضعه سيء جدا. لو احنا هنفكر كده مع بعض في يسوع الناصري ده اللي دخل البيت والناس لمت حواليه، وانا بفكر عندي حاله بهذا الوضع، هقول ايه؟ هيعمل ايه ده؟ هيعمل ايه يسوع الناصري في حاله زي كده؟ هيعمل ايه؟ لو بالفكر بتاعنا هيعمل ايه؟ لكن هنا هذا الانسان، وده بيقدمها لنا الكتاب المقدس. قبل كده سمعنا عن واحد اللي كان عنده 38 سنة ويسوع بيسأله، مريض بركة بيت حزن، الوضع بتاعه سيء جدا، قال له ايه؟ ليس لي ايه؟ ماليش حد. وده بيعلمنا ان احنا لازم ناخد بالنا من الاخرين. النهاردة النص بيقدم لنا حاجة تانية غريبة جدا، انه انسان في وضع سيء جدا جدا جدا، ظروف الصحية صعبة جدا للغاية، لكن اللي قدموه للرب يسوع المسيح أربعة رجال، زي ما بنقول عليهم أصدقائه، قرايبه، منين؟ المهم أربعة رجال قدموا هذا الإنسان أمام رب المجد يسوع المسيح. بالمنطق البشري يسوع مش هيعمل حاجة، والدنيا زحمة، وهنروح نعمل إيه؟ أنا بعمل اللي عليا، عملت اللي عليا، جينا رايحين نوديه عند يسوع لقينا الدنيا زحمة. بالمنطق البشري احنا عملنا المهمه بتاعتنا، احنا خلصنا اللي عندنا. بالمنطق البشري يسوع انا بصلي لك بقالي كتير جدا وانت مش بتستجيب، خلاص هبطل صلاه. بالمنطق البشري انا عندي مشكله بقالها سنه 2 3 5 10،
هتوقف عن كده عن الصلاة ومش هتعامل مع يسوع تاني وخلاص. أحيانا كتير جدا بنفكر بهذه الطريقة، لكن هؤلاء الأربعة رجال كانوا ممكن يقولوا الكلام ده، احنا رحنا وخدنا صاحبنا ده وجينا داخلين البيت اللي فيه يسوع لينا الدنيا زحمة، وبالتالي احنا عملنا اللي علينا مش نعمل حاجة تاني. يحدث كثيرا معنا يا أحبائي، كثير جدا 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 بيحدث معنا الكلام ده. كتير بيحصل معنا ان احنا بنقول ربنا احنا قدمنا اللي عندنا كفاية كده، انا عملت بكل استطاعتي بكل قدرتي، انا مش هقدر اعمل تاني، انا عملت الحاجة الطبيعية اللي اقدر اعملها. الله باستمرار يريد من ابنائه انهم يحاولوا يتخطوا افعال الاخرين. يعني اعمل مش اللي زي الناس بتعمله. دايما يسوع بيطلب مننا حاجات مختلفة عن الاخرين، لان لو احنا عملنا اللي الناس بتعمله زي ما قالهم يسوع المسيح اليس الخطايا يفعلون هكذا. عشان كده لما بيتكلم في الموعظة على الجبل جاموا اللي قبليه قالوا كلام كتير جدا وجاموا اللي بعديه قالوا كلام كتير جدا، لكن جه هو قال ايه؟ احبوا اعدائكم، باركوا ليه لعنيكم. مختلف مختلف. احبائي من وجهة نظر الشخصية المفلوج مش المشلول الجسد. يا ما ناس كتير بتعاني امراض صعبة، يا ما ناس كتير عندها مشاكل كتيرة، لكن تلاقي نفسها وروحها صحيحة حية بالرب. المفلوج هو اللي ايديه مش مرفوعة للصلاة، المفلوج هو اللي رجليه مش ماشية في طريق الحق ومعرفة الله. ممكن اكون انا جسدي تمام التمام وصحيح تمام التمام، لكن اكون مفلوج مش برفع ايدي للصلاة، رجليه مش ماشية في طريق الحق. عشان كده ما كتير جدا ما بنحكم على البشر من الشكل الخارجي، لكن انت ما تعرفش الناس، ما تعرفش الناس. حد كلمني من بره وانا بعتبر هذه السيدة بجد اعتبرها قديسة، عايشة زي ما بسمع واحدة كأنها عايشة جوة أتون النار، مش بقالها سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة ولا عشرة، كتير سنين كتيرة بتعاني كتير، والشيطان بيحاربها بقوة غير عادية، بيحاربها من خلال أهل بيتها، بيحاربها من خلال ناس قريبة جدا منها، ولكنها كل اللي بتعمله الصلاة باستمرار. الصلاة وبتقول كده باستمرار، أنا هفضل كده لحد آخر نفس، لن أستسلم أبدا، لأن أنا بعرف يسوع كويس، واللي بيعرف يسوع كويس لابد أنه فعلا يكمل الطريق للآخر حتى لو كان الطريق ضيق وصعب. عشان كده أنا دايما بقول المفلوج مش هو المشلول الجسد، لكن المفلوج هو مشلول الروح، اللي روحه ماتت، هو ده المفلوج. اللي ايديه مش مرفوعة للصلاة زي ما قلت من شوية هو ده المفلوج. اللي مش بيسأل على اخواته هو ده المفلوج. اللي يشوف اخوه في ازمة او في محنة ومش بيقرب منه هو ده المفلوج. اللي رجليه بتسعى باستمرار الى طريق الشر وصنع المكائد بالناس هو ده المفلوج. الإنسان الخائن هو ده المفلوج. ممكن أنا وإنتوا نشوف الرجل ده في وضعه اللي بوصفونا الكتاب، نقعد نمسح دموعنا ويعين والكلام ده كله، وممكن نكون بنمشي على رجلينا وإحنا أكتر منه حالتنا صعبة. عشان كده حبائي اوعى تفكر في مرة إنه الموضوع يتعلق بمرض الجسد، اوعى تفكر في مرة ان يسوع المعجزات اللي عملها كلها
كان الهدف منها الشفاء الجسدي أو المادي، لا، كل معجزة كان بيعملها يسوع المسيح كان هدفها هو خلاص الإنسان، خلاص الإنسان. أحبائي، لما بنشوف هؤلاء الأربعة اللي زي ما قلت لكم لما راحوا البيت ولقوا الدنيا زحمة، يقول الكتاب المقدس لم يقدروا أن يقتربوا إليه من الجمع. واحد أو واحدة رايحة تعمل عمل خير، في الطريق مثلا لقيت مشكلة، مثلا العربية اتعطلت، مش عارف ايه حصل، ايه حصل، لا ده خلاص انا كده الموضوع يبقى خلاص انا غصب عني مش هكمل العمل الخير بتاعي ده. ده حصل معاهم بالظبط مع الأربعة دولة، الأربعة دولة. لكن زي ما قلت لكم هم ما عندهمش روح اليأس. والناس اللي رايحة للمسيح أو بتتعامل مع المسيح لابد أن يكون عندهم الرجاء، الرجاء. الدنيا حواليك كلها زي ما قلت في الصلاة ممكن تكون شايف سحابة سودة كبيرة جدا، مش شايف أي شيء، لكن في لحظة نقطة مطر تنزل تبدد السحابة اللي في حياتك في لحظة. وده مش بحكي لكم حاجات ما اختبرناهاش ولا عشناهاش ولا شفناها مع ناس كتير بتعيش ده. وبالتالي احبائي، اذا كنت النهارده، اذا كنت النهارده بتفكر بالفكر التقليدي في علاقتك بربنا، او بتفكر تقليديا انك ازاي تقدم الاخرين ليسوع بطريقه تقليديه، يسوع النهارده عايزك تغير ده، تغير ده. اذا كان المنهج بتاعك منهج بس انا بعمل اللي عليا، ما انت ممكن تلاقي في خدمات معينه مثلا بعض الشباب او الشابات في الخدمه تلاقي خادم، نيجي الكنيسه نقعد شويه نسمع الترانيم ندي الكلمه ونروح مروحين، وتلاقي خادم تاني بيتحرك كتير ويسأل على ده غاب ليه وده عمل ايه، حاول يبتكر، يحاول يعمل كده، يحاول يجيب كده، يحاول، مش الموضوع واخده كنوع من انواع اهو انا بعمل اللي علي، انا بعمل اللي بيقولهولي، لا لا. علاقتك مع ربنا ما فيهاش انك بتعمل اللي بيقولك عليه. علاقتك مع ربنا لازم تكون نبعة من علاقة شخصية بينك وبين يسوع. يسوع ما يحبش، مش بالمعنى ما يحبش، بس يسوع مش عايزنا تقليديين، مش عايزنا جامدين. اكبر مشكله عملها يسوع للفريسيين والكتبه انه اراد ان الناس تفكر انه الانسان اهم من الطقوس، ان الانسان اهم من الشرائع والقوانين، انه ابن الانسان جاء من اجل الانسان، وانه السبت لخدمه الانسان. عشان كده انا بنوع على الفكره دي، انه هؤلاء الاربعه بدانا نشوف ايمانهم انه من اول حاجه عملوها انهم خدوا راجل بالوضع ده ليسوع. لان لو انا ولا انت ولا انت مكان الناس دول وشايف الحاله اللي قدامك دي هتقول لا اودي فين ده، ده مخلص خلاص يعملوا يسوع ده. وكان يسوع ممكن كان يتقال هيعمل له ايه يسوع النصير ده، يعمل له ايه، كانوا ممكن يعملوا كده، ولا كان ممكن يستعجلوا وانا عايز اشوف يسوع بسرعه، انا اللي عايز استمتع بيه لوحدي، انا عايز اروح لوحدي، انا مش عايز حد تاني معايا، انا ناقص اشيل حد واخده. اه لا، مهم جدا خلاص، وخلاصك وخلاصي مرتبط بخلاص الاخرين، كلنا مع بعض. عشان كده احبائي ما فعلوه هؤلاء الاربعه هو ده اللي بقول عليه انا الصداقه الشافيه. يا سلام لما يكون لك واحد كده صاحبك صديقك، لما تبص كده في وشه وتتكلم معاه وتقعد معاه تحس بالشفاء، كانه كده بلسم، كانك وانت قاعد معاه كده تبقى حاسس انك قاعد مع ملاك. عشان كده
يشوع بن صراخ في 6:16 يقول ايه؟ الصديق الامين دواء الحياة. شوفوا الجمال، الصديق الامين دواء الحياة. كم منا دلوقتي صداقات فاشلة وصداقات مش سليمة، وممكن انا لا ده رأيه مش عاجبني ابعد بعد عنه، واللي يقول الكلام الصح يبقى ده هو اللي ابعد عنه، واللي ويحاول ينصحني اسيبه، ونحاول لا انا الاقي اللي زي اللي يحاول امشي على هواه. صداقة شافية هذا الانسان الذي بقول كده لا حول له ولا قوة، اللي وضعه صعب جدا، اللي ظروفه ميؤوس منها، اللي كانت حالته صعبة جدا جدا، يعتبر سبب شفائه وخلاصه هم أصحابه، هم أصدقائه، هم أصدقائه. في صدقات تشفي، وفي صدقات تعمل ايه؟ تكسر. في صدقات ترفع، وفي صدقات تخليك تنزل تنزل. اتذكر معاكم لو هنقرا سفر صموئيل الاول من الاصحاحات 15 وكده على طول، وانت بيوصف لنا الكتاب المقدس عن اجمل صداقه في الكتاب المقدس، اجمل صداقه. وصداقه لو هنقعد نتكلم عليها هناخد وقت كبير جدا، لكن صداقة داود ومين؟ ونسان. على فكرة أنا شخصيا بشوف إن روعة الصداقة، وإن اللي قدم كتير على فكرة في الصداقة أنا بالنسبة لي يونسان. يعني أنا بقول صداقة عظيمة جدا، لأنها أعتقد إن يونسان لو أي حد في مكانه ما كانش كمل صداقة مع داود. يونسان ابن شاول الملك، ابو ملك، وحسب التقاليد بعد شويه يونسان هيبقى ايه؟ هيبقى ملك المفروض. يونسان قائد عظيم في الجيش، وداود راعي. حتى لما داود قتل جليات لم يغير منه يونسان، ما غيرش منه، ما غيرش. ده بالعكس، ده يونسان وقف مع داود وانقذه من والده اللي هو الملك شاول، انقذه. وعارفين انتوا فكره لما رمى السهم بتاعه عشان خاطر ايه؟ قال له ان والدي يريد بك شرا. طب انت ليه يا يونسان تعمل كده؟ قوه صداقه داود ويونسان كانت مبنيه على قوه حبهم لربنا في الاول. اول حاجه جعلت هذه الصداقه نموذج يحتذى به انها كانت مبنيه في الاول على حب الله، حب الله والسماع لوصاياه. يونسان كان عارف ان الله مسح داود ملكا، ورغم كده استمر يونسان في حبه لداود. واحد غيره كان ممكن يعمل ايه؟ ازيحه من طريقي. ده لحد ما ابوه قال له شاول، قال لي يونسان ابنه طول ما داود موجود انت الكرسي بتاعك مهدد، عرشك مهدد. ولما يونسان بيدافع عن داود اراد شاول ان يقتل ابنه ورمى عليه الرمح عشان يموته. احنا في مواقف كتيره جدا بنتضايق، بنتضايق لما حد ياخد مكاننا، بتضايق لما اشوف حد افضل مني، ممكن اتضايق لما اشوف واحده تكون انا ممكن امكانياتها ولا كده اقل مني لكن هي في مرتبه اعلى مني، بنتضايق. ممكن نبص لبعض نظره صعبه جدا، ده ليه تبقى احسن مني؟ ده ليه تبقى في المكان ده؟ ليه يبقى هو مش عارف ايه؟ ليه تبقى دي؟ بنتضايق. لكن بقول انا الصداقه الشافيه ايضا صداقه داود ونسان صداقه يحتذى بيها، رائعه. ما كانش فيها لا غيره، ما كانش فيها اي حقد، حتى على المستوى الاجتماعي ما كانوش متساويين الاثنين، داود ويونسان راعي وقائد في الجيش وابن ملك. لكن اللي كان بيجمع هذه الصداقه
هو محبة الله والعمل بوصاياه. عشان كده كانت صداقة ناجحة شافية مخلصة، لأن هذه الصداقة كانت سبب في خلاص داود من يد شاول، كانت سبب. أربعة رجال يعلمون النهاردة أنك لا تكتفي بالأمور الطبيعية في علاقتك مع ربنا. خدوا بالكم الجملة دي، لا تكتفوا بالأمور الطبيعية في علاقتكم مع ربنا. ما تكتفيش بال أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، لا، الله عايز أولاده مبدعين. حتى لما تكون علاقتك مع ربنا خليها علاقة فيها إبداع بهذا المعنى. ما تمشيش علاقتك مع ربنا على الطريقة الروتينية، بل بالعكس قوي علاقتك بربنا، ابدع انك انت تتعمق في هذه العلاقة، انك انت تقرب منه اكتر، تعرفه اكتر، تتلامس معه اكتر. الاربع رجال دولة بيعلمونا النهاردة انك عشان تقدم اخواتك لربنا ما تكسلش وما تكسليش، ما تكسلش. اوعى تقول المهم انا وخلاص ماليش دعوه بحد، لا لا، هم كانوا عارفين انه صاحبهم ده ممكن يكون عائق ليهم ان هم ما يشوفوش يسوع، ممكن يكون عائق ليهم ان هم لا يستمتعوا بيسوع، لكن الكتاب المقدس بيقول لنا انهم راحوا عند، طبعا بالتاكيد راحوا عند الباب ما عرفوش يخشوا، طلعوا فوق السقف فوق البيت. طيب وبعدين عملوا تاني، نقبوا السقف. عايز تبقى ابن لله استمتع بالعلاقة معاه، اعمل مغامرات معاه، ادخل للعمق. نقبوا السقف. يا ترى انت كم سقف في حياتك عزلك عن ربنا النهاردة؟ كم سقف مداريك محدش شايفني اعمل اللي انا عايز اعمله؟ كم سقف جافل بينك وبين صلاتك لربنا اذا كنت بتصلي؟ كم سقف موجود في حياتك النهاردة؟ النهاردة دعوة لينا كلنا انك تكسر هذه الاسطح اللي عزلاك بينك وبين الله، كسرها النهاردة. يمكن يكون السقف بتاعي انا الانانية بتاعتي، عندي انانية حب الذات، كسروا النهاردة. ممكن يكون السقف بتاعك الكسل، انت بتكسل، كسروا النهاردة. ممكن يكون السقف بتاعك انك مخاصم الناس، حاول النهاردة اقول ربنا لا انا هكسر ده يا رب. طب يا رب مش قابليني بس اقبلهم انت، مش مسامحني سامحهم انت، عملت محاولات كتيرة اعمل تاني، رافضين مش مشكلة، اطلع وكسر هذه الأسقف عشان تقدر تسمع كلام ربنا، عشان تقدر تشوف ربنا كويس. الأربعة رجال بينكبوا السقف وبيبتكروا، وجايبين الرجل بالسرير بتاعه وبينزلوه قدام رب المجد. تيجي بقى الآية الجميلة، فلما رأى يسوع، رأى يسوع إيمانهم، وكأن إنه هذا الإنسان بالتأكيد هو ما تكلمش، المفلوج ده ما تكلمش، مدام عنده شلل كامل كده وضمور بالتأكيد حتى مش عارف يتكلم. لما يقول لنا الكتاب المقدس إن رأى يسوع إيمانهم، أنت وأنت وأنا ممكن نكون سبب في خلاص الآخرين. النهاردة لو في واحد ما عندوش إيمان خليه يشوف إيمانك، خليه يشوف إيمانك. النهاردة لما يكون واحد بعيد عن ربنا خليه يشوف يسوع فيك. عشان كده هذه المعجزة
تمت بسبب إيمان الأربعة الموجودين. ما سمعناش عن المفلوج إنه تكلم ولا قال أي حاجة. المعجزات اللي عملها يسوع كل معجزة لها هدف. في واحد يسوع بيسأله إيمانك خلصك، امضي بسلام إيمانك شفاك، كان على إيمان الشخص. لكن يجي النهاردة هذا النص عشان يقول لنا خد بالك إنك أنت في بيتك، في بيتك أنت ممكن تكون سبب خلاص للبيت كله، سبب خلاص للبيت كله، ويكون العكس إنك ممكن تكون سبب هلاك للبيت كله. ما تقولش ده أنا لوحدي، ما تقولش أنا ماليش دعوة. لا، النهاردة كلمة الله بتعلمنا إنه إيمانك بيخلص ناس، إن إيمانك أنت وإيمانك أنت له القدرة إنه يخلص آخرين. يسوع لما بيشوف لنا النهاردة بيقول لنا أرأى. دايما أحب أقول رؤية يسوع تختلف عن رؤية البشر كلهم بالتأكيد. وانتم معايا، المجتمع اللي كان عايش فيه يسوع مجتمع شرقي بالتأكيد، لما الناس شافوا الأربعة دول طالعين فوق كده ومسكين شايلين المريض ده واخدينه فوق، بالتأكيد وجهوا سخرية من الناس، بالتأكيد بالتأكيد قعدوا يضحكوا عليهم وناس قالوا ايه اللي بيعملوه ده، بالتأكيد ناس كتيرة شافتهم، ناس كتيرة بصت لهم. لكن خدوا بالكم حاجة مهمة جدا، في فرق كبير جدا بين رأى يسوع ورأى الآخرين. يا ترى انت بتهتم الناس تشوفك، تشوفك ولا يسوع اللي يشوفك؟ بتهتم ان مين يبصلك، مين شايفاكي، مين شايفك؟ بنعمل الف حساب وبنحاول نعمل حاجات كتيرة جدا، وبنحاول نغير في اشكالنا ومظهرنا وطريقتنا وكل حاجة عشان الناس، الناس تشوفنا ازاي. طب بتعمل ايه علشان يسوع هو اللي يشوفك؟ بتعمل ايه، بتعمل ايه علشان يسوع هو اللي ينظرك؟ بتعمل ايه؟ هل بتعمل حساب لرؤية الناس ان رؤية يسوع؟ شوف النهاردة رأى يسوع ايمانهم فخلص هذا المفلوج، خلص هذا المفلوج. احبائي خليك سبب في خلاص الاخرين، خليك سبب في خلاص الاخرين. عشان كده يسوع قال لهم الحاجه اللي هو عايزها. يسوع مش هقول ما يهموش شفاء الجسد، يهمه، لكن في اهم من شفاء الجسد وهو شفاء الروح، شفاء الروح، هو شفاء النفس، هو التوبه الصادقه، التوبه الصادقه. عشان كده بيقول لهم يسوع يا بني يا ابني مغفورة لك خطاياك. هو ده اللي عايزه يسوع، يسوع عايز خلاص الإنسان، خلاص هذه النفس. لأنه بعد شوية المفلوج ده هيقوم وصحته بقى كويسة، لكن هيموت موت جسدي. لكن المهم مش الموت الجسدي، المهم هنا اللي ربنا عايز يخلصه منه موت الخطية اللي بتسبب موت الروح. الخطيه بتسبب موت. هدف يسوع في كل معجزاته هو خلاص الانسان، هو خلاص الانسان، انه الانسان يعرف طريق ربنا، انك ترجع مره تاني في العلاقه وفي الصوره اللي ربنا خلقك عليها، اللي ربنا خلقك عليها. طبعا زي ما قلت لكم كان في ناس بتروح عند يسوع علشان تتفرج، تتفرج، وفي ناس بتروح علشان مصلحة خاصة، تشبع، تاكل، تشرب، اهو ماشيين مع المعلم ده اللي حواليه ناس كتيرة، وفي ناس رايحة علشان تنتقد، عشان تمسك كلمة عليه، عشان يقولوا له انت عملت كذا، انت ما ينفعش تقول الكلام ده. هتلاقي ده، هتلاقي ده، انا بقول لك اهو مهما تعملي، مهما تعمل هتلاقي ناس تنتقدك، تنتقدك، هتلاقي ده، هتلاقي. الكتبة اللي هم المجموعة اللي المفروض
في المجتمع بتاعهم بيقولوا للناس الشريعة ويعلموهم الكتب المقدسة. قعدوا يفكروا في قلوبهم، ده بيتكلم ليه كده؟ ده بيجدف. يسوع عارف انه بعد شوية هيقوم هذا الانسان من مرضه، وعارف ان في مجموعة جاية تنتقده، لكن اراد يسوع المسيح انه يؤكد على حاجة واحدة زي ما قلت من شوية، انه اهم شيء النفس الروح. وبالتالي بعد ما قال لهم مغفور لخطاياكم، يسوع بيقول لهم ايه؟ لكن لتعلموا ان الابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر خطايا، قال المفلوج لك اقول ايه؟ قم واحمل ثيابك واذهب الى ايه؟ الى بيتك. روعه، من اجمل الكلمات. انت عارف ان يسوع عنده سلطان؟ عنده سلطان. بسال كل اللي جاي قاعد دلوقتي واللي قاعد يقول لي امين واللي سامع يقول امين، انت عارف ان يسوع عنده سلطان؟ سلطان ان هو يشفي المرض، ان هو يحرر المقيدين. عارفين ده ولا مش عارفين ده؟ امين امين. ما ننشغلش بحاجه. النهارده يسوع المسيح بيقول لك النهارده قم واحمل سريرك وامشي. يا رب الحمل تجيل عليا، اقول لك قم واحمل سريرك وامشي. مش قادر اشيل لوحدي، مش قادر، تعبت، بان يا رب بقالي كتير. هيقول لك زي ما قال في اشعياء 43 الايه 2، اذا اشتست في المياه فانا ايه؟ معك، وفي الانهار ايه؟ لا تغمرك، اذا مشيت في النار فلا تلدغ واللهيب لا يحركك. هيقول لك برضو قم امشي، ما تخافش. المشكله بتاعتنا كلنا ان احنا كتير جدا كتير جدا ما بننسى سلطان يسوع، بننسى كتير جدا. بنفكر ان يسوع ده كان عايش من 2000 سنه وعمل معجزات وصعد للسماوات. يسوع معانا دلوقتي، يسوع حاضر، ومازال يعمل معجزات باستمرار. بس هو عايز ايمانك وعايز ايمانك، وهتلاقي ان ربنا بيعمل معجزات عظيمه جدا. بس المهم ايمانك انت ايه؟ المهم ايمانك انت ايه؟ يسوع النهارده بيقول لك قم واحمي سيرك وامشي. زي ما اقول لكم من شويه، يمكن تقول لي يسوع انت ليه بتعمل معجزه؟ هيقول لك هدف المعجزه هو خلاص النفس. اروع معجزه يصنعها فينا يسوع ان احنا نتلامس معه في توبتنا، لما نتوب ونرجع لربنا، ان احنا نختبر العلاقه الشخصيه معاه. دي اعظم معجزه، اجمل واعظم معجزه، اننا نرجع على الصوره اللي خلقها ربنا فينا، الانسان الجميل اللي في سفر التكوين يقول لك ايه؟ وراى ان هذا حسنا، حسنا جدا، حسنا جدا. احبائي هتمر عليك اوقات كثيره جدا هتشعر فيها ان السرير بتاعك، الامك، مشكلاتك تجيل عليك، لكن لا تنسى، اوعى تنسى انك انت ليك اله عظيم. اوعى تنسى انك انت ليك اله بيقول لك قم واحمل سريرك. ده مش كده وبس، ده احمل سريرك واعمل ايه؟ واذهب الى بيتك. يعني تخيلوا واحد جاي شلل مفلوج نازل على سرير، منزلينه اصدقائه الاربعه، وفي نفس الوقت لما تتم المعجزه ده مش هيقوم بس يشفوا بس، ده هيقوم ويحمل السرير ويروح بفين؟ ويروح في البيت كمان. يعني انا مش هقومك بس كده تصحى وتمشي، ده انت هتقوم وانت بعد ما تقوم تشيل السرير بتاعك وتمشي بيه لحد البيت. مفيش اروع من هذا السلطان. حبائي لما قام هذا المفلوج بيقول الكتاب المقدس ايه؟
بهت أو بهت الجميع. الناس استغربت ومجد الله مجد الله. هتقول لي أنا مش شايف معجزة بتحصل معايا عشان أمجد ربنا. هقول لك لا، كل يوم ربنا بيعمل معك معجزات، كل يوم ربنا بيعمل معك معجزات ويمكن احنا مش شايفينها مش شعرين بيها. كل يوم ربنا بيدينا عطايا كتيرة جدا لكن احنا مش واخدين بالنا منها. كل يوم ربنا بيعلن اسمه بيعلن مجده لينا لكن احنا مش واخدين بالنا. علاقتك مع ربنا يجب ان يكون فيها تمجيد لله، تمجد ربنا. السؤال لكل واحد فينا، انت كيف تمجد الله؟ ازاي بتمجد ربنا؟ باي طريقه؟ وازاي بتمجد ربنا وبتقول لي بمجد ربنا ومش لاقي اي تغيير في حياتي؟ انا بصلي بصلي باستمرار، الكتبة كانوا بيصلوا باستمرار، الفريسيين كانوا بيصلوا باستمرار، لكن كان يسوع بيوصفهم وصف غريب جدا. ايها المراؤون رياء، لو انت عايز تعمل زي الجمع ده اللي مجد الله لازم تعرف انك تمجد الله النهاردة بس بطريقة مختلفة. هتكون ازاي الطريقة المختلفة دي؟ لانه ما ينفعش امجد الله زي ما بقول وانا متخاصم مع حد، هيبقى سقف عزلني، سقف قافل عليا، الله مش هيسمعني. عارفين لما يكون واحد كده باني شجته كده ومن جوه حاطط حاجات كده عشان الصوت عازل صوت، هتبقى زي كده بالظبط. ما هو عازل الصوت اللي مش بيخلي ربنا يسمعك هو ده، انك زعلان مع حد مش بتكلم حد، مخاصم الناس، بتحس دايما بحقد على الاخرين، صلاتك روتينية تقليدية كلها دي اسقف وعوازل بتمنع رؤيه الله ليك ورؤيتك لربنا. بنفس المعنى اللي بيتقال كده، انا اسف بقول الكلام ده، بس ما فيش شبكه، الشبكه مقطوعه، مش هتقدر تكلم ربنا، ما فيش شبكه. شوفوا لما يكون واحد معاه تليفون وفي منطقه ما فيهاش شبكه، يقول لك ده المكان ما فيش شبكه، ده غير متاح. انا اسف ان اقول لك ان الله هيكون غير متاح بالنسبه لك لانك انت عامل اسقف بينك وبين ربنا. الله يكون غير متاح بالنسبه لك ليه؟ لانك ما عملت زي الاربعه دول اللي خدوا صاحبهم ده ليسوع. ده انت مش عايز صاحبك، ده انت احيانا بتوصل عليك الايام انك تتمنى ان يكون صاحبك مفلوج او مشلول. انت متضايقه من صاحبتك، متضايقه من جارتك، متضايق من صاحبك في اي مكان، متضايق من اخوك، من اختك، من امك، من جوزك، من فبالتالي اسف ان اقول لك الشبكه مش موجوده، الخط بتاعك غير متاح. الله يسمعك ازاي؟ الله يسمعك ازاي لو انت النهارده عايز يبقى فيه اتصال بينك وبين ربنا مباشر؟ انقب السقف، انقب السقف، انقب السقف ده، كسر هذا السقف اللي عامل حاجز بينك وبين الله. وهذا السقف وهذا الحاجز انت عارفه كويس، انت عارفه، بس عايز تقول ايه؟ انا اسف يعني، تقول لي كرامتي، طب ده انا ما غلطتش، ده هي اللي غلطت، ده هو اللي غلط. حبيبي عايز تخلي يسوع يرى ايمانك النهارده، اعمل ده، انقب السقف، انقب السقف، كسر السقف اللي حاجزك وحاجز صوتك يصل لله، شيل هذا العازل اللي منعك انك تختبر وتعرف العلاقه الحقيقيه مع الله. مفلوجين كتير حوالينا، كتير جدا، كتير حواليك مفلوجين، العالم مليان بالمفلوجين، العالم مليان بالمفلوجين كتير جدا. هتعمل معاهم ايه؟ انت مسؤول عنهم.
لكن المشكلة كمان انه انا خايف يكون انا وانت من ضمن الناس دولة، وبالتالي لما احنا مش عارفين نعمل حاجة لنفسنا هنعمل ناس تانية ايه؟ واللي منعنا زي ما بقول لك هو العازل ده، السقف اللي احنا حاطينه. دعوة لنا النهاردة، دعوة لكل واحد فينا النهاردة ان هو ينقب السقف بتاعه، ودعوة كمان انك تعيش الصداقة الشافية. الصداقة الشافية علشان تكون زي ما يسوع رأى إيمان الأربعة دولة، يرى يسوع أيضا إيمانك. أحبائي تعالوا نصلي مع بعض، كل واحد كده في مكانه شايفنا سمعنا بيشاركنا. يقول لربنا النهاردة: يا ربنا يمكن أكون مثل هذا المريض، يمكن يا رب يكون جسدي سليم الخارج بتاعي سليم، لكن ممكن يا رب يكون الداخل بتاعي صعب جدا. يا رب يمكن أنت عارف مشاكلي وعارف همومي وعارف قد يا ربي الأمور اللي منعاني انك تشوف ايماني يا يسوع. يا رب انا جاي لك النهارده علشان خاطر تساعدني ان انا اتخلص من كل الاسقف، علشان يا ربي انزل واكون امامك انت يسوع المسيح، عشان تشوفني يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح، انت قلت للمفلوج: قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. دعوة النهاردة يا ربي بطلبها يا ربي لكل واحد شايفنا وسمعنا، كل واحد بمشكلته، كل واحد بهمه، كل واحدة بهمها ومشاكلها. النهاردة يا ربي عايز أسمع من صوتك الجميل العذب تقول لكل واحد باسمه: قم يا فلان النهاردة واحمل سريرك، قم واحمل تعبك واحمل مشكلتك واحمل همك. أنا عارف إن الحمل تجيل عليك، أنا عارف إن الأمور بتاعتك صعبة، لكن أنا عند السلطان النهاردة وبقول لك: قم وإحمل سريرك. أعطي يا رب طمأنينة لكل قلب مجروح، أعطي يا رب سلام لكل إنسان مضطرب، أعطي يا رب نعمة لكل شخص بعد عنك رجعه إليك مرة تاني. يا رب يسوع المسيح بطلب إليك إنك تدافع عن أولادك في كل مكان. يا ربي أولادك كتير بيعانوا في أماكن كتيرة، لكن أنا واثق يا رب أنك أنت تدي كل واحد نعمة وبركة وسلام. أنت يا رب تدي كل واحد القدرة أنه يقوم، أنه يحمل مشكلته، أنه يحمل همه، وأنت يا رب اللي هتساعد وتسنده. ده مش كده وبس يا رب، ده أنت هتشيل معاه المشكلة، هتشيل معاه الهم، وتاخده يا رب يسوع المسيح وترفعه يا رب على أجنحة السماء. إلهنا المحبوب يسوع المسيح، بصلي من أجل يا ربي أن نختبر سلطانك، نختبر عظمتك، نختبر قوتك، نختبر نعمتك، نختبر يا رب كل عمل أنت بتعمله معانا في هذا العالم. فتح يا رب عيوننا، خلينا نشوف عملك. فتح يا رب قلوبنا، خلينا فعلا نفتح لك قلبنا عشان خاطر تدخل وترتاح فيه. يا رب يسوع المسيح النهاردة تعلمنا يا رب من هؤلاء الأربع رجال اللي حتى الكتاب لم يذكر أسماءهم، لأنه مش مهم ذكر الأسماء قد ما مهم أنه إزاي الإنسان يقدر يعمل خير بغض النظر عن المكافأة بتاعته. علمنا يا رب فعلا أن احنا نضع الآخرين أمامك، علمنا أن احنا نكون سبب أن الناس ترى الإيمان بك يسوع المسيح. يا رب كل نفس تعبانة متضايقة حررها النهاردة يا رب، لأنك أنت لك السلطان أنك تحرر، لك السلطان أنك تشفي، لك السلطان أنك أنت تغير. عشان كده اجعلنا باستمرار نمجد اسمك القدوس، زي ما الجموع بهتوا من هذه المعجزة العظيمة، اجعلنا أيضا يا ربي نتعجب باستمرار، وتكون علاقتنا معاك يا رب كل يوم كل يوم يا ربي فيها جديد، فيها حيوية، فيها فكر، فيها إبداع. اجعلنا ندخل للعمق عشان نختبر محبتك، ندخل للعمق
بنختبر صلاحك ونختبر سلامك. ما تخليناش ابدا يا رب واقفين على الشاطئ. دخلنا يا رب باستمرار للعمق علشان نتغذى من نعمك من محبتك. اعطي يا رب قوه للكنيسه، اعطي يا رب معونه للكنيسه. بارك يا رب في كل واحد وكل واحده. بصلك يا رب من اجل كل احبائنا اللي بيسمعونا، لان انا واثق انك انت تستجيب. لك المجد الى الابد، امين. صلي يقول للرب كده، حط جوانا إيمان الأربعة دول اللي كنا بنسمع عنه. قول للرب كده، أنا منتظرك النهاردة، أنا محتاج أتغطى بدمك يا رب. يلا نصلي مع بعض كلمات الترنيمة دي. أنا محتاج أتغطى بدمك واختبي بضعفتي فيه. لما باجي العرش جلالك وانسكب عندي قدميك. تعالوا نصليها كلها. انا محتاج اتغطى بدمك واختبي ضعفاتي فيه. لما باجي العرش جلالك وانسكب عندي قدميك. عيني عليك على صليبك عال وعودك. واثق فيك هتقودني حسب عظمة جودك. عيني عليك صليبك وعودك. واثق فيك تدخلني عظمي الجود. أنا محتاج أمتلي منك وعرفك بحقيقة الآن، وبسلطانك أشهد عنك مش بضعفي ولا بهتان. أنا محتاج أن أمتلي منك وأعرفك بحقيقة الآن، وبسلطانك أشهد عنك مش بضعفي ولا بهتان. عيني عليك على صليبك عال وعودك. واثق فيك هتخدني حسب عظمة. ازاي انقص انا وانت تزيد يا رب؟ انا محتاج اتعلم منك ازاي انقص وانت تزيد. واقف في الضغر قدامك كرجل عينه على المواعيد. انا محتاج اتعلم منك ازاي انقص وانت تزيد. وفي الضغري قدامك كرجل عينه على المواعيد. عيني عليك
صليبك عن وودك واثق فيك واثق فيك كلمة فيبرأ داء الآن قل كلمة قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان قل كلمة قل كلمة قل كلمة قل كلمة فيبرأ قل كلمة قل كلمة قل كلمة فيبرأ داء الآن قل كلمة قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان يا الله الكلمة الفادي وحدك تمنح لي الغفران آتي وأقرع صدري وأنحني عند صليبك يا حن قل كلمة قل كلمة قل كلمة قل كلمة فيبرأ داء الآن قل كلمة قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان أنت الراعي يا الله الكلمة الراعي وحدك تشفق على الإنسان ترحم نفسا قد حطمها اليأس وعادت ترجو آخر مرة يلا نصليها مع بعض قل كلمة قل كلمة قل كلمة فيبرأ داء الآن قل كلمة قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان صدقين انه كلمة منك تشفي كل داء وكل خطية مننا النهاردة سلطانك اعظم سلطان انت اللي تقدر يا رب انت اللي تقدر وتحقق كل اللي كلنا بنسمع النهاردة في اسم يسوع يلا رنم ونعلن الايمان الحلو ده وتن سلطانك اعظم سلطان اسمك اعظم اسم كمان يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان سلطانك أعظم اسمك أعظم اسم كمان يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان يشهد عن أمجادك ماضي حاضر مجدك في الأكوان حتى تاريخ الأرض العادي صنع صفحات وبصوت يشهد عن أمجادك يشهد عن حاضر مجدك في الأكوان حتى تاريخ الأرض العادي صنع صفحات وسلطان سلطان سلطان اسمك أعظم اسمي كمان
يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وسلطانك سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسم كمان يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان شاول من خلاه يتكلم يعلم وتبشر بيسوع حنان والسامرية الخاطية تسلم وتبشر بيسوع حنان سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسم كمان يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي كل جماعة رب سلطانك سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسم كمان يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان صوتك حرك إيد الموت قلت لعبر وخرج حتى ان كان الموت لي صوت صوتك يدي القلب امان صوتك حرك ايد الموت قلت لعبر وخرج حتى ان كان الموت لي صوت صوتك يدي القلب امان يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي سلطانك سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسم كمان يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي أنت يسوع أنت يسوع رب الأرباب ترضى تكون في صورة إنسان رب المجد الله الآب عمانوئيل الأعظم إعلان أنت يسوع رب الأرباب ترضى تكون في صورة إنسان رب المجد الله الآب عمانوئيل يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفي دي مرح راجل وراجل وأمانتك سبت وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا مالكش مثيل يا ربي مالكش إلهنا عظيم إلهنا عظيم إلهنا أمين وحافظ عبده سنين وسنين بيطعم شعبه ببرية ويطلق أسرى ومسبيين إله دانيال وربي داود بنؤمن بينجع بيده حسب ما قلت
السجن وسط الضيق، في قلب السجن وسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق، من وقف البحر وصاد شعبك تشقه وتعمل منه طريق. ما فيها أبواب ولا أسوار أمامك، قوة يا جبار، وين اضطهد مرة أولادك نشوفك وسط أتون النار. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما إله أبائنا وأجدادنا، عهودك لينا ولولادنا، يا فادي الحفرة حياتنا، وعدنا لسه ما هتاخدنا. بنعلن إن إيماننا فيك، من يوم أنكرنا وصاح الديك، بنصر الحب تداومنا ونرجع تاني. نفس كل الكنيسة نقول القرار، يا إلهنا الصالح وحديكما، يا إله يا رب ملكش مثيل. عندنا كمان وقت للتسبيح، بس نفسي اختم معاكم وانا برفع عينيا للسماء، نرنم عن السماء ونفرح النهارده قبل ما نطلع، نحط عيننا مع سحابه الشهود اللي قال عنهم الكتاب كده، وهم من بعيد لم ينالوا المواعيد بل نظروها وصدقوها واقروا بانهم ايه؟ غرباء ونزلاء على الارض. كتر اغانيك يا مسافر، ده احنا ارفع النغمه الحلوه مش الحزينه اللي كان بيغنيها داود ويقول إني أهلك يوم بيد شاول، لكن لا يا داود، أنت هتفضل حي، أنت هتخبر وتشهد عن إحسانات الرب. يلا نكتر أغانينا ونقول الكلام الحلو ده في الختام. كتر أغانيك يا مسافر إحنا في ترحال، شد الأوطار للصف خلي متشال. كتر أغانيك يا مسافر إحنا في ترحال، شد الأوطار للصف خلي متشال. خلي الأشواق شغالة والروح شغال، يسند في قلوب الرحال يحيي الأبطال. خلي الأشواق شغالة والروح شغال، يسند في قلوب الرحال ويحيي الأبطال. كتر أغانيك، كتر أغانيك، كتر أغانيك بكلام الله، اغني الالحان من نغم الهلل ويا. كتر اغانيك يا مهلل بكلام الله، اغني الالحان من نغم الهلل ويا. اضبط وترك على اصوات الروح في المكتوب، وحد نغمك مع نغمات الشعب المحبوب. اضبط وترك على اصوات الروح في المكتوب، كتر أغانيك، كتر أغانيك، كتر أغانيك يا مهل بكلام الله. كتر أغانيك وتكلم اغزي الشياطين، الغنى يصفعهم ويجيبهم عند القدمين. الأوتار والسقفة وبوق الفرحين، هتف الأبرار والكفة عيد بأمين. ضرب الأوتار والسقفة وبوق الفرحين، هتف الأبرار والكفة
اخر اغانيك يا معلم صوت الايمان علاك الروح اللي بحل حب الفرحان اخر اغانيك يا معلم صوت الايمان علاك الروح اللي بحل حب الفرحان محلى التجميع اللي خلي كل الاخوان رافعين اسماء المتجلي في طيب العرفان أحلى التجميع اللي يخلي كل الإخوان رفع الأسماء المتجلي قطر قطر غني قطر غني قطر غني يا معلم صوت الإيمان قطر أغني قولها قول عنه كتير الذكر نصر أيام ويحلى المسير بدهون الغربة وأتعبها لحظة منطير من عتمتها ومن ألمتها الوجه المنير بدهون الغربة وأتعبها لحظة منطير من عتمتها ومن ألمتها الوجه المنير قطر أغاني قطر أغاني طول قول عنها والهاني جاي من الله وصرخ صحي في لبنان وهي منتظرة كتر أغاني والهاني جاي من الله وصرخ صحي في لبنان وهي منتظرة طوبى الساهر والثابت مستني لقاه ويومين ويعدوا في التالت هنكون معاه طوبى الساهر والثابت مستني لقاه ويومين ويعدوا في التالت هنكون معاه كتر أغاني كتر أغاني كتر أغاني قولها جاي ابن الله لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم لكن أنا لكن أنا مش من هنا أنا ليا وطن تاني لا مال ولا جاه ولا غينة أنا ليا وطن تاني لا مال ولا جاه ولا غينة يلا رنم يا سماء وجود العالم يبني ويزرع العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان العالم ورا سيد اسمه المال الناس بتجري وتجرح ورا سيد اسمه المال وزرع الشر ما يفلح وكل شيء زوال وزرع الشر ما يفلح يلا السماوي هو اللي هيرنم ويقول لكن أنا لكن أنا لا مال ولا جاه ولا غينة
أنا ليا وطن تان وحب منفوخ عتان زي الحصان الجام واحد منفوخ عتان زي ولا يعرف حتى يسام يعمل يعمل الكلمة معاني يلا يا كنيسة الرب نقول لكن أنا لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فان لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني لا بل ولا ولا غينا أنا ليا وطن تاني لا من ولا جا ولا غينا أنا ليا وطن تاني شايل هم الأيام محروم من السماء شايل هم الأيام محروم من شكوى وكتر كلام من الضيق والآلام دي شكوى وكتر كلام من الضيق آخر مرة هنعلم لكن أنا مش من هنا لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فان لكن أنا مش من ده هنا عالم فاني لا مال ولا جاه ولا غينا أنا ليا وطن تاني لا مال ولا جاه ولا غينا أنا ليا وطن تاني يلا في ختام اجتماعنا نرفع قلبنا ونقول للرب متشكرين شكرين لأجل الليلة الطيبة اللي شفنا فيها وجهك يا رب ادعنين الإيمان إنها تشوفك في كل الظروف يا رب مش بالعيان لكن بالإيمان نبص ونشوفك يا رب كإيمان الأربعة يا رب اللي سمعنا عنهم يا رب نرفع عينينا كمان على السماء عليك أنت وحدك بس أبانا اللازم في السماء يا تقدس اسمك يا الله الآب والابن والروح القدس امضوا بسلام وسلام الرب يكون مع جميعكم جئنا إليك أبونا السماوي عيوننا الشاخصة إليك الله الآن يأمر
جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.